صباح الخير، صباح الخير عليكم كلكم. يعني النهارده فيديو غير الفيديوهات اللي انتوا بتستناها مني في الطبيعي، الاسكتشات الكوميدي. بس حاجه كنت لازم اشاركها معاكم. انا نايم جالي تليفون من احسن التليفونات اللي في حياتي، يعني التليفون كنت مستنيه من بدري قوي 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 قوي. المهم الو استاذ باسم، جال حياتك اوردر من دبي. فانا لسه قايم من النوم، دبي دبي يا فندم، ما طلبتش حاجه من دبي. قال لي لا، الاوردر جاي باسمك وعنوانك وجاي من شركه تيك توك من دبي. انا بقى ما ركزتش من اي حاجه غير في شركه تيك توك، اتبسطت قوي 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 قوي. قمت، انت فين؟ يعني انت فين؟ انا اجي لك في اي حته. قال انا واقف تحت البيت ومستنيك حالا. فنزلت زي ما انا، قابلت الراجل وخدت منه الاوردر. المهم يلا بينا نشوف ايه اللي في الاوردر. ودلوقتي الوقت اللي احنا نفتح ونعرف ايه اللي جواها. بنقرب لبكره دايما في كل ساعه. انا عندي حماس غبي. يعني كلمة مبسوط دي يعني كلمة قليلة، يعني محدش عارف مبسوط قد ايه. يعني شكرا تيك توك، شكرا كل اللي بيحبني من زي كده وصل لي بسببكم انتوا. انا عايز اقول لكم ان انا الفترة اللي فاتت ديت كنت موقف فيديوهات تيك توك، ان انا كنت مخنوق وكنت متضايق بسبب الدرع ده. جزء من الدرع ده كان السبب ان انا كنت مش عارف ليه ما وصلليش لحد دلوقتي. بس عايز اقول لكم ان طالما الدنيا ده جه، استنوا الفتره الجايه فيديوهات كتير قوي قوي قوي، وهنرجع نشتغل على التيك توك زي زمان. شكرا تيك توك، شكرا لكل اللي بيحبني، والدنيا ده مش ليا انا، ليكم انتوا. بحبكم قوي.